حابه جدا قلت لكريم حتى ما حكيتلوش القصه قبل الهواء. قلت له كده في الوقت هحكي لك مع الساده يعني المتابعين والمشاهدين لما نبدا الهواء عن قصه كانت امبارح يعني لازم احكيها لكم، حاجه جميله جدا. فاكرين احنا كنا من كام يوم كان معانا ضيفه وضيف كانوا بطله رياضيه ومدرب في النادي الاهلي وهم اتجوزوا عن طريق النادي الاهلي. الفقره دي عملت يعني صدى كبير جدا على السوشيال ميديا وناس كثيره كانت حابه القصه دي، فكره ان الحب ده اصلا نشئ في النادي الاهلي وبعد كده اتجوزوا وهم لسه برضو مكملين وكانوا بيتكلموا ان اولادهم كمان هيكونوا مكملين في النادي الاهلي، فحاجه اكيد تسعدنا كلنا. الفقره دي بقى كان مردودها ان انا قابلت امبارح يعني رجل وزوجته بس هم تقريبا 70 بلس يعني ربنا يديهم الصحه. ما شاء الله. ما شاء الله. ناس جميله جدا جدا بس مش في النادي الاهلي، انا قابلتهم على كافيه يعني. أوكي. بس هم جم ونادوني ورحت قعدت معاهم شويه، فكان بيتكلم يعني هو اسمه استاذ سامر، فكان بيتكلم معايا بيقول لي انا بتابعكم انا وزوجتي على طول، وعايز اقول لك انا هوندو يا ريت بتقولي لكريم الموضوع ده بس انا مش بقولك انت بس بقى انا بقوله الام لا اله الا الله. يقول لي انا وزوجتي اتعرفنا على بعض في النادي الاهلي واتجوزنا من النادي الاهلي. فهو كان بيقول لي يعني على الفقره ان نشوف بقى من كام سنه واجيال كمان ورا برده نفس القصه، اتعرفوا في النادي الاهلي واتجوزوا في النادي الاهلي وهم اهلاويه جدا. بيقول لي احنا ما بنشيلش قناه الاهلي وعلى طول بنروح النادي. يعني حاجه برده حلوه لما تلاقي حاجه زي كده موجوده. طبعا. ارتباط الجماهير بالنادي اللي هم بيشجعوه جزء من حياتهم، مش فكره بس انا نادي بحبه وخلاص، لا ده في ارتباط وثيق جدا واجيال مختلفه وسنوات مختلفه. فحبيت ان انا برضو انا انبسطت يعني طبعا. اولا تحياتنا ليهم الاستاذ تامر وحرمه طبعا. سامر مش تامر. سامر استاذ سامر وحرمه. تامر في الاجيال القديمه. أيوة. دي صعبه. لا برضو وارد الامر ما يخلاش. عموما تحياتنا لحضراتكم يعني بنشكركم ونتمنى دايما لما تتابعونا دايما يا رب ان شاء الله تجدوا ما يسركم. وطبعا النادي الاهلي هو حياه بالنسبه لناس كتير، هو مش مجرد بالزبط. نادي عيلة او حتى عيلة. كيان، هو فعلا حياه يا نهاوند بالمعنى الحرفي للكلمه. في ناس كتير جدا واكيد سمعت انت الكلام ده من كتير من الضيوف اللي كانوا موجودين معانا من اعمار مختلفه، يقول لك ما معناه ان انا من وانا عندي مثلا 7 سنين انا متربي في النادي الاهلي. أيوة. كلمه متربي طبعا. في النادي الاهلي اتقالت كتير صح. طبعا بس حاجه جميله يعني.